كان تقرا باك ان شاء الله ربي ينجحك وان شاء الله ربي يفرح حميمتك. الفيديو نتاع اليوم اريتميتيك باك ان فو، حتى باك مات صحيح هما يقراو مع اصعب، اما يعاونكم. حط الكيت في ودنك وتبعني باش تفهم باهي. On considère dans cette fois z l'équation moins de x plus 3y égale 10. Vérifiez que le couple 7, 8 est une solution de E. Résoudre E. Tout d'abord, pour montrer, باش نبين 7 و 8 solution de E, نعوض ال x بال7 ونعوض ال y بال8، نعمل الكالكول نتاعي يلزمنا نلقى 10. شد في موقع موان دوز اكس بلس تروا زي جريج موان دو فوا سات بلس تروا فوا ويت يزن نلقى 10. موان دو فوا سات بلس تروا فوا ويت ايجال موان دو فوا سات هي موان كاتورز بلس تروا فوا ويت اللي هي فانتكات، وكلنا نعرف موان كاتورز بلس فانتكات ايجال ليس. دونك سات ويت تي سوليسيون دو دونك le couple 7 8 est une solution de E. Tant est à deux questions. Question. Résoudre E. Rekzom a fait hier. Il dit mais résoudre E. Bal man résoudre E. E est ni moins de x بلس 3y إيجال 10 هكا، ولا يلزم تاكل بي جي سي دي نتاع اللاصق في الإكس واللاصق في الإيجريك، نكتبو بالسيني نتاعو، معنتها بي جي سي دي دو موان دو 3 يلزم يكون إيجال أن، مش يلزم يكون إيجال أن، يلزم البي جي سي، سامحوني، يلزم بي جي سي دي نتاع الكوفيسيون دو إكس والكوفيسيون دو إيجريك ديفيز 10، ديفيز الريزلتا هادي، أون جينيرال أ إكس بلس بي إيجريك إيجال سي، قبل ما تريزود تقول بي بور مونتري كو سيت إيكواسيون أدمي موان دي سوليسيون، يلزم تقول ان البي جي سي دي دو ا اي بي ديفيز سي معناتها ايجال 1 ديفيز 10. واضح ما تنسوهاش هاسي، ساعات يجي كيستيون يقول لك مونتري كي ليكواسيون ادمي دي سوليسيون، دونك ليكواسيون او ادمي دي سوليسيون. باهي تو نبداو في ريزولسيون، نقولو إكس إيكغيك سوليسيون دو أ، ناخدو إكس إيكغيك كوبل كالكونك إي تين سوليسيون دو أ، معنتها دوز إكس موان دوز إكس بلس تروز إيكغيك إيكال ديس، معنتها نعرفوا انه موان 2 فوا 7 بلس 3 فوا 8 ايجال 10، معناتها موان 2 اكس بلس 3 زي جريك ايجال 10، قمروا لي زيتاب معناتها هذا ايجال هذا، دونك موان 2 اكس بلس 3 زي جريك ايجال موان 2 فوا 7 بلس 3 فوا 8، واضح سي سيلمون سي اللي فيهم ال 2 نجيبهم حتى بعضهم، تشوف لي كوفيسيون تاع اللاصق في الاكس اللي هو موان 2 اللي هو هذا، معناتها هذا نجيبو لهنا بحذا الموان دو هذي باش نجم نعمل تفكيك، التروا لهنا ولهنا والتروا هذي نجيبها بحذا الإيكغيك لهنا، دونك تروا إيكغيك بنجيب حذاها تروا فويت لهنا ماي معاه كي تجي لهنا تولي إل، تولي إل تلاتة في ثمانية بليس تروا إيكغيك إيكال موان دوز إكس ماي موان هذي موان كي تجي لهنا تولي بليس تولي دوز إكس موان دو سات في بقعتها ما تتبدلش، موان دو سات موان دو فوا سات، واضح هذه في بقعتها ما تبدلتش وموان دو فوا سات في بقعتها ما تبدلتش، جو بو فاكتوريزي بار موان تروا، بون جو بريفير تروا لهنا تروا فوا بون لهنا نجم نخرج تروا اون فاكتور تولي تروا فوا إيكغيك موان ويت إيكال 2 fois les nets 2 2 fois x moins 7. Mais قبل ما نتعدل للتاب الاخرى فما رابيل لام دو غوس، اكيد الكلكم تعرفوا لام دو غوس شنو يقول لام دو غوس، ا ديفيز بي فوا سي، ا ديفيز بي فوا سي، ويبدا مثال بي جي سي دي نتاع ادي نقص بي بي جي سي دي نتاع ا والبي ايجال 1 دابري لام دو غوس، باش نكتب هنا دابري لام هذه ال نقص به لام هاك دوبل ام دو غوس A divise produit B fois C. B c'est d'une A ou B est donc A divise C. Donc A divise C. Voilà. L'année, chaud.
باش نلعب على هذه يعني. هذه الكل 2 فوا اكس موان 7 هي 3 في حاجة، معناتها 3 تقسم 2 فوا اكس موان 7. 3 ديفيز 2 فوا اكس موان 7 بي جي سي دي متاع 3 و 2 هو 1، هذه نقصد بها بي جي سي دي. دونك 3 ديفيز دابري، دونك دابري لام دو غوس يلزم نكتبوها، ردوا بالكم هذيك تري امبورتون. ال جي اما انتم تكتبوها كامله دابري لام دو غوس 3 ديفيز اكس موان 7. اش معناتها 3 ديفيز اكس موان 7؟ معناتها اكس موان 7 هي 3 في حاجه، كيف 3 ديفيز 6، 6 هي 3 في 2، 2 الحاجه هي 2، اكس موان 7 ايجال 3 فوا كا. معناتها ايل اكزيست، اكزيست انتم تكتبوها كتير، انا نعبر عليها هيك، ايل اكزيست ان انتي ريلاتيف كا ابارتيان زد تيل كو اكس موان 7 ايجال 3 كا. اي دونك اكس ايجال 3 كا بلس 7. وهكا لقيت الاكس. باهي ركزوا معايا باش نوريكم كيفاش تلقاو لي كريك. باش تلقاو لي كريك باش نعطيكم تريك، باش تلقاو لي كريك ترجع للفاكتوريزاسيون هذه 3 فوا y موان 8 يقال 2 فوا x موان 7. نقول اور 3 فوا y موان 8 يقال 2 فوا x موان 7. والx لقيناه 3 k بلس 7، نجي لهنا ونعوض الx ب 3 k بلس 7. قمروا لقينا الx هذه الطريقة هذه نخرج بها الكريك، ما نبقاش نعاود في نفس الكلمة باش نقول الكريك هكا أقصر، نرجع للإكسبرسيون هذه المفككة ونعوض الx بالإكسبرسيون تاعها تولي 2 فوا، ونعوض الx بالإكسبرسيون تاعها بالأخضر باش نعوضها اللي هي 3 k بلس 7. هاك الx عوضها بالإكسبرسيون تاعها. لهنا موان 7، 7 بلس 7 باش تتنحى، ردوا بالكم تضرب 2 لهنا بقى 3 فوا كا، ردوا بالك تضرب 2 في 3 خليها 2 في 3 في كا باش تنجم تسامبليفي ب 3 يعني 3 فوا إي موان 8. اون بو سامبليفي بار 3 لهنا نقول دونك الور فلاش الور إي موان 8 إيكال 2 كا. Donc, y égale 2 fois k plus 8. هكا لقينا ال y 2 fois k plus 8 وال x متاعنا نلقاوها هيك 3 k plus 7. مازالت إتاب أخرى اللي هي برشا تلامذة ينساوها. ريسبروكمون يلزم تمشي تعملها، معناتها تمشي للإكواسيون وتعوض ال x ب 3 k plus 7 وال y ب 2 k plus 8 يلزم تلقى 10. الإكواسيون تاعنا مي موان 2 زيد ترجع ريسبروكمون ترجع للإكواسيون الأولى موان 2 x plus 3 y يقال 10، تعوض ال x ب 3 k plus 7 تعوض ال y ب 2 k plus 8 يلزم تلقى 10. نرجع نقول ريسبروكمون انتم تكتبوها كاملة ريسبروكمون موان 2 فوا ونعوض ال x ب 3 k plus 7 بلس 3 y نعوض ال y ب 2 k بلس 8 نعمل ديفلوبمون تولي موان 6 k موان 14 بلس 6 k بلس 24 موان 6 k بلس 6 k يتفسخوا 24 موان 14 10. دونك سايي كي عوضنا ال x و ال y نتاعنا نلقاهم يفيريفو ليكواسيون E. بعد ترجع تقول S دون Z فوا Z وتحط لي سوليسيون تاعك اللي هي X اللي هي 3 K بلس 7 واللي جريج اللي هي دو سامحوني زعما كتبت جريج ولهنا تكتب دو K بلس 8 افيك K ابارتيان Z. وهكا تكون كمل جاوبت على السؤال مهم على الاخر كومون ريزودر ليكواسيون او. هكا تكون جاوبت على السؤال هذا كومون ريزودر او. واضح معناتها ريزودر او اول حاجه تقولوا موان 2 و 3 البيج دي نتاعهم يقسم 10 اللي هو 1 ديفيز 10
ومن بعد تقول موان 3 اكس بلس 3 زيكغ ايجال موان 2 فوا 7 بلس 3 فوا 8 وتعمل لك الفاكتوريزاسيون لام دو غوس به فيت في نتاع 2 و ان سوبيريور ا 1 اونتي ناتوريل ا ان ايجال 7 بلس 6 فوا 3 بيسانس ان بي ان ايجال 8 بلس 2 فوا 6 بيسانس ان دي ان ايجال ا ان بلس دي بي دي ان بلس دي نتاع ا ان والبي ان فيرفي كو ان بي ان سوليسيون دو بور مونتري كو ان بي ان سوليسيون دو ا نعوض الاكس بالا ان ونعوض الجريج بالبي ان واضح. Bon, pour vérifier que AN, BN, que ma, ma solution de E, on a ouvert le X bel AN, on a écrit déjà, on a ouvert le Y bel BN. Bon, on a moins 2 fois AN, plus 3 fois BN, juste calculer, égale moins 2 fois AN, on a ouvert 7 plus 3 fois 6 puissance N. Plus 3 fois bn, bn il est 8, plus 2 fois 6 puissance n, égale moins 2 fois 7, moins 14, moins 2 fois 3 fois 6 puissance n, pour les moins 6 fois 6 puissance n, moins 2 fois 3 moins 6, bon. Plus 3 fois 8 il est 24, plus 3 fois 2 fois 6 puissance n, pour les plus 6 fois 6 puissance n, quand là, adouma. Plus 6 fois 6 puissance n, moins 6 fois 6 puissance n, axe à l'avant. Donc, je te crois, dit, moins 14 plus 24, il y a 10. Moins 14 plus 24, il y a 10. Ou hack, ça y est, j'ai oublié la question. Donc, ANBN, solution de E. Donc, ANBN, solution de E, nous avons une question à l'ébarde. Et de demi-j, il fait le bucket, on déduit que dn divise 10. dn ou le pgcdm par an ou le bn. Tabon, qui j'ai une question qui est à qui fait j'ai au bout à l'île. Et le lead, fait ma carte, je n'ai trop. Bon, qu'est-ce que c'est dn ou le pgcdm par an ou le bn. Et des pgcdm, on se dit. Et des cartes, dn ou le pgcdm par an ou le bn, je vais nous y faire ma carte. باش معناتها دي ان بيزيد تاع ان بي ان دي استغلوه دي ان بيزيد ان بي ان معناتها دي ان ديفيز ان دي ان ديفيز ان ودي ان ديفيز بي ان ودي ان يقسمهم الزوز قلت له البيزيد نتاعها بي جي سي دي دو زو تاع زوز حاجات يقسمهم دي ان ديفيز ان ودي ان ديفيز بي ان مادام يقسمهم الزوز هذه زاد قاعده معناتها يقسم اي علاقه تربط معناتها دي ان ديفيز دي ان ديفيز ان دي ان ديفيز بي ان نجم نقول ريت نكتب هذه قاعده شنو تاع نجم نقول دي ان ديفيز 500 فوا ان الا 1000 فوا بي ان معناتها ديفيز اي حاجه بين الان بي ان نجم نقول اون جينيرال الفا ان بلس بيتا بي ان والالفا والبيتا انت حر فيه انا لهنا دي بريفيرونس نختار نختار لو موان 2 وهذه موان 2 ان دونك ديفيز موان 2 ان بلس 3bn خاطر موان 2an بلس 3bn كي عملناها بكري لهنا نلقاها 10 هاي نلقاها 10 وهكا بينا دي ان ديفيز 10 فهمت الالفا والبيتا هل 500 ولا 1000 كيفاش تعرف تختارهم تختارهم ديجا بالسؤال اللي قبل ديجا هما سوليسيون تاع هذه ايكال 10 ديما تاكد من الكوفيسيون تاع ليكواسيون ديجا موان 2 فوا ان بلس 3 فوا bn تعطيني 10 واضح معناتها قاعده دي ان بي زيد تاع ان بي ان معناتها دي ان تقسم ا ان وتقسم بي ان قاعده معناتها دي ان تقسم اي علاقه بيناتهم اون بارتيكولي دي ان ديفيز موان 2 ان بلس 3 بي ان اللي هي 10 هكا بينا دي ان ديفيز 10 هكا جاوب تاع السؤال نتاعك دونك دي ان ديفيز 10 واضح. الولاد كان لقيت تفاعل نكمل نصلح لكم الكيستيونات اللي بقاو اللي هما هذوما. الى اللقاء ان شاء الله يكون الفيديو عاونكم.